بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنجع الله ربي ذا ذروم إذا في اللون الهموم أكون يفكى ربي السر ذلي السر وأكون يفكى ربي ثلاثا السر. إن شاء الله هاين تفغى مي قضاء أين تقاذ مي خضاء ودي فكى ربي شفاغي موضان أثني شفو ربي وقاذي موثنة فلسني عفو ربي وقاذي ساعة انت زمرت أسنير نور ربي ذي تزمرت وكن يفكى ربي مرة فزمرت انت زمورت أول نغسى ميرض ربي أثي دناوي ثق فيليث ثشرعيث أنس دوك الجراسا أخطر أكني الدوكولا أنس دوك الجراسا أخطر أكني الدوكولا ثقفيليث ثشرعيث ثشرعيث ثقفيليث شرع ربي سبحانه يفكى في دوني غدي خلقا غاسي يفكى يغد اللغن يفكى يغد العقل ذي المعقول ولكن يرند ثشرعيث العقل ذي المعقول ألا غيغد يفكى ربي ذي النعمة سي النعم ينستيم قرانين ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سورة إبراهيم يوثن النعمة ونزميرارا أن السين زاليس أكل نعمة غدي فكا ربي أطاس لا نحصيها عددا فزمرث ذي النعمة ذي الزمرث وفي أنفسكم أفلا تبصرون سورة الذاريات الآية 21 وفي سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وين يستخدمنا لا غيسا فينا ذي قرن استقبالت وين ذن يوفى وين ذن يوفى مسخ مظلة غيش الجنوان يدخل قربي ذي الآفاق أتوحد ضربي سبحان الله يدخل قني جنوان هذا الجسم الضخم ألا ربي سيزمرا خالق جل جلاله أم بعد مردي سرحي ومان لهو سبحان الله وفي السماء رزقكم وما توعدون سورة الذاريات الآية 22 الآية 7 من السورة نفسها والسماء ذات الحبك سبحان الله من روح سذورار أقلاد كذورار كنا رزق ربي الجنة يوكك ملا مدن نسير مسن الجنة ولكن ينزداغي ذرار حواج ثجميلت انتذت ماشي ذيني سهلا ضغمان وغال سامزروغر التاريخ أمشي عاشني مغاران في مغارين يقرذان ولاش الوسائل مثورة ولاش فرذان ولاش تراكتوران ولاش طوموبيلات لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى قصنر تجميلت إمي عمرا إذرار سمحتي تحواجتي الرقزة تحواج الكوراج تحواج الصبر تحواج الصبر تحواج المعاونة غفوس دقفوس تحواج 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 يأكل فالور يأكل قيم الزنت انتي مزورة سلحيف ذنيف والحمد لله ما زال الساعة عمرني ذرار عمر ثذرين إلى قزمير غدا في ذرار بلا ما عدا غد في مسال تاكيد المحال ذرار آية من آيات الله الجبال روح للبحور روح للضيور روح أندث ولاض ولي جمانيك
وفي الأرض آيات للموقنين. سورة الذاريات مرة أخرى الآية 20. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سورة ياسين الآية 36. سبحان أتوحد ربي إذ خلقا هذه الزوجية لبني البشر جمذان أرقص أمطوف ذي الحيوان ذكر ذنثى ذي كل شيء أكوين دي خلق ربي أين نظرة أين نور نظري أين نور نظري وراء أكثر بين نظرة ذين مدين ربي سبحانه ومما لا يعلمون. وسيظل الإعجاز القرآني قائما مهما ارتقى الناس في علومهم ومهما تعمقوا في معارفهم. أما كنسينا الشافعي كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. أي نور نسينا أكثر بيني إنسوالي إنسان خطر بدينا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها صيغة الاستغراق والشمول مما تنبت الأرض ومن أنفسهم هو مما لا يعلمون. إذن لعقل فنادم عجيب نعمة كبيرة. لذلك الإمام الغزالي الله يرحمه إنك العقل والنقل النقل الوحي إنك متلازمان متكاملان مثل البصر والشعاع علاقة بينهما. وزمت والي التغاوسة إلى قسين لقي زري إلى اقتفف لازم الشعاع الضوء زائد البصر إذا تخلف أحدهما فلا تتحقق الرؤية. تولي ضرع تولي لا فنادم ولا غذرار ولا تجرى ولا تزمرت ولا أي غر إلى قسين الشرطة ذيلين لقتي ثفاث وذي ليزري متلازمة. لذلك الحمد لله إفكي يغضر ربي النعم لا نحصيها عددا يرنو لذي النعم يقول ما تروح يوثنا غسنا 12 لا ننظر إلى النعم المسلوبة بل ننظر إلى ما بقي من نعم لنكون من الشاكرين. وربنا في القرآن الكريم وسيجزي الله الشاكرين معناه إلى قبل عبد لفذا يحمد ربي لفذا أذي يحمد ربي كني فغوي لا في كوالا الخاص كوالا بعد ما ذيه ليك يظن تخصي تغوسة تخصي حاجة ولكن من ولا أنا في النعم يغدي فيك ربي اللانت لفذا ما ثيني خصا ولا قارن سوالي كان ثيني خصا أنوالي ثيقا يدي قران بشور نغفلارا. سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين حذر كن يفغ العقل حذر يفغ العقل سي النعمة يغدي يفكى ربي يفكى ربي سبحانه. وهذا يعني معيار التفاضل التمييز ير كل الموجودات الجماد أزرد وينيتي شبان أنا لي شوية أدنى في النباتات والأشجار عندها خصائص لا نجدها في الجمادات تتميز بها. أنا لي شويط أدنى في الحيوانات الطيور وكذا عندهم خصائص لا نجدها لا في الجمادات ولا في النباتات ولا ولكن الإنسان سخر له كل شيء. قل كان درجة بدرجة الجمادة تصروا ذاك الكذا السيمان ذو الزل ألي شويط ذي لحش جذل جور كذا ألي شويط الحيوانات أكذ الذيور إلى آخر ألي شويط أدنفن كني ذن أمكن علي أنا عميه. هذا الإنسان مكرم ربي هو اللي قال ولقد كرمنا بني آدم سورة الإسراء الآية رقم 70 ربي دينان ولقد كرمنا بني آدم ومظاهر التكريم أيضا لا نحصيها. ربي سبحانه أسجد له الملائكة آدم أنا عامي وقل كان القيمة اجتلاف إن سجدة آدم سجود بشوث تكريم يا الله تزرم ثم شهود أن بعد ربي فكد النعم فقد من وسائل من مظاهر التكريم
إيش قاعد النبيين والمرسلين اسمي سنس تقبيلي ثم والهن تالسة بفصيح الأمازيغية إم والهن تالسة يعني هداة البشرية. وما سورة إبراهيم الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حذرت الشظم أثخلقيف أربي يون وقيد بناك الأنبياء أكن ملان أما ذا مغار الأنبياء الشيخ الأنبياء نوح أمد يونس أمد يوسف أمد موسى أمد عيسى إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام أكن ملان فقي مهمة مولا شغي يعرقوا فريد يوعر يون ما يعرقس وفريد يعرقس ولسي نرى ربي. ذلك أكبر حزن ذوا ونوم يعرق وفريد غير ربي سبحانه يسناكو يفردانا أربو في السينارا سندي هذا ربي. نسأل الله الهداية للجميع. ذلك ربي سبحانه إن دي السنثوينة فقط ربي سبحانه عز وجل. لذلك جاءت سورة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إيوان الآية 255 سورة البقرة اللي بعدها 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مباشرة ترسيخ للتوحيد ويؤمن بالله النتيجة واضحة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله ولي الذين آمنوا إلى آخر الآية. إذن شيء عجيب باش نغفل راه من بعد ربي سبحانه ديقر كل هذه الموجودات مسخرة لك تطيعك الحجر والشجر كل شيء كل شيء ثاني لك شيني يكون شاطر السن سخر هذه النعم أو استخدم استعمل استثمر هذه النعم فيما يبني ولا يهدم. أين أكو غادي يفكر مثلا نستخدم ذي فنو ماشي ذي هدو أكا أثن نستخدم ذي نفع ولا ماشي ذي المضرة وهكذا أم بعد هكذا نحقق براءتنا ذي نغدي يفكر بالبراءة ديني مبروك فلاون سلخم يعني ساعة كل شوية 60 70 80 سنة شحال غير روحنا روح أموت نثلسني عفو ربي ويموث مزي وذا المس ومقار درقات سمطوث الموث يوث سبا ماشي يوث ولكن لازم المسألة تكون محسومة نهائيا إخ القادر بنعمر هذه الحياة للعمار لا للدمار للبناء لا للهدم للجمع لا للتفريق للإيمان لا للكفر والإلحاد. موجة الإلحاد تهجم الآن راهي تهجم هجوم شرس خاصة في هذا الزمن تكنولوجي والإنترنت سهل أقنى النيث الديضيميك نقارن. ولكن بعد ربي شغدينا في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هات سنت شرعيث وثا شرعيث الحمد لله ذي السنام وليش يشوف الجا أما ذي العبادات أما ذي المعاملات سق اسمي يلا ومذاني ثابوت قماس الميموث هذه هي الشريعة ترافقه من بطن الأم إلى بطن الأرض من البطن إلى البطن فلم يطيش الدليل فكيد مسألة عند الشريعة ولا شيء سلا والوقت لا يسمح نفصل هذه المسألة ولكن تكفي الإشارة فشرعي سلا والحمد لله إذ قبيلي هاسنت أنا بالضرورس فقبيلي ذي رحم ربي الجدود سأل العقل ذي المعقول فشرعي ثني يسنن نجران تسيد بنتيد قبيلي أتسفهمن استقبيليف أتسلماذن استقبيليف بضنا الميدنان ثلاث قبيليف تامسليف تقبيليف نغند الميزان مارحين الفلاني يتمسلي تقبيليف يسم تقبيليف شو المعنى يس
تقبيلت المعنيس ذي الحذاقة الذوق إش قبيلت نقار ذادة نقار زيزي نقار العسلامة نقار بذي سهل ويا كلها نغلى خصا ذي الأقدر يا سيديون ذادة ذي الأقدر زيزي ذي الأقدر لالا ذي الأقدر السيدي الفلاني رب ذي سهل يا اخي ثور هضرنا في الطاقه الانرجي الكلمه طاقه تدمر او تعمر ما سيضيون الله سهل رب ذي سهل ما شاء الله في كذا سفوذ اما ديوغر ثم ديث السيد لا سلامه يلها لا سلامه قارس قبالي رب ذي سهل يتسك دفوذ لا سلامه يتكسر فان يتكسر غفلان ما شاء الله خديجة رضي الله عنها ميديوسان في الصلاة والسلام سكو ذرار أنا عامي أي مسدورار مدير زلفاس الوحي أثر كفيت تولى وروي الفارثة مستقي القرآن يقرأ باسم ربي كندا تشغيط والقرآن قيس على الهيفا لو أنزلنا هذا القرآن على جبلين زيكيون الشاعر كبير كشنار نحكي على القصيدة اسميس نحن الجبال بنو الجبال قصيدة من أروع قصائد فذرر في الصلاة والسلام انزل تفس القرآن القرآن سأل هيفا ربي القرآن الناد لو أنزلنا هذا القرآن على جبلين لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يسعى الهيبان يسعى الوقار وما أدراك بقلب النبي صلى الله عليه وسلم يتغثر كيف التولى سيقر زملوني لقد خشيت على نفسي يقول في إيمانيس أمشي تقوفر ثم الطوثيس خديجة أذيض ربي في اللاس ثنيس كلا والله لا يخزيك الله أبدا والله ما يجيك ربي يجري فرنم أرتسقوا على بك أرتسقوا ذا ولا قيلها مليح مارس نضيون ارتقواد كلمة واحدة بركة أروع كتاب قرأته ذي لابسيكولوجي ذوى إدوارد سبنسر غولز اسمي ارتقواد لا تخف يخدم انجليزي ترجم إلى كثير لغة العالم أكثر من 20 لغة اسمي ارتقواد صافي اسمي ارتقواد ذغى في دسمشتاي سير الخصلة فيك ساعة تنس إنك لا تصل الرحم شيني دوني تكناز يعني أزالي زوراني سيذم إذمنيس سيرة الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وفي رواية نوائب الدهر أسقر شذا عرضي شذا رقز العالي ورتق ولكان أثيد السمكثاي باش أستخدم أفوذ يحواج يخذ الرسول يحواج مما سمي غد الرسول وكذا ذي الغروايض انا ولا ماذا ذرار في مشوها ابو ذرار طاسي قلان طاس انت مشوها اذرار ميديو في ماني سنتك ابو بكر الصديق السفر تو قال اني من قريش سفر تسقارن الحواج لا الدين قد بيض ولا النور قد بيض نكون قيم كان كنين لا تجدي سن ديريت وقاين يعني ان الكفريه تاقي الشرك اين اني اظن لا قرزن انا عميه الدليل افتح كتاب البخاري الادب المفرد روح رقم الحديث 273 اتفضل الجواب ستجد الجواب نادى النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق روايه الادب المفرد رواية من يظن مكارم الأخلاق معنى يستعرف باللي وقاذا قسعان سعان في الرقزان سعان أوال إيه شحال أصون عرضي بمالي لا أبدده ألا بارك الله بعد العرض في المال أدب عالي جدا أو سعان خلال الصفة تعدت مثل مسألة الإيمان تروح أسن لذلك البعثة السلامية في كاس نفوذ سقر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق يلا يفادي من يسنسى بوبكر الصديق قذرار للغار
وسند ذانتيد تنادين تقليفان ثم شو تغزيفث أذغى أبو بكر صديقين يا سيا رسول الله لا ينتوطف ينتوطف إنس لوكاني والسيس الذي والي يري ظارنيس إنس لرآنا إنس ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا ولتسقف أكسغف لي وليك أكس لحزني وليك ربي يذنغ ابن عطاء الله إنك من وجد الله فماذا فقد وين يفهم ربي غير ثمس ليش ليش سي روحان ام بعد نزلت دلايات ربي يصريثن يصرن في عليه الصلاه والسلام اكذ ابو بكر الصديق ورثن ولا وقادني في ديفان وريلي تنزل دلايات الا سوره التوبه الايه 40 الا تنصروه فقد نصره الله رب ثنيس إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله تفيد الترتيب الفورية على طول فأنزل الله سكينته عليه زيد وأيده بجنود لم تروها ولا نرى ذلك الحديث عن هذا أمر آخر يحتاج إلى تحقيق وتنقيح وتدقيق ربي يدل تروها يلا ولا ما مشى ربي يدس إذني مثلا أدنو غدر تشعر قفايليس إذ قفايليس ربادي سهل يتسك دفوذ لا سلامة يتسك سورفان هذا نفغن والد أدنو غال مارس نضيون أنعام أمشيك دير أرشيد كان أنعام يربح نغين عماك الخير والله مش تشبح نغد كان أنعام ثنام دي يربح نغين عماك الخير كل أولي قفري ثوال أرقز ذي روح سخامة سينما مع شويلان نغذي روح التاجر دي ثغوسة يشبح سيني ولاش الخير كان هذا الخير كان ولاش أجي ولاش صاي يتبريزي شوي ولاش ذي الخير كان افتد الجواب ولكن سلح ذاقة نتسام كسير ونا يا خير ولكن ذي الخير كان نتسنس ونا يا خير مش فاهمنا استقبالي ذا متى شرعيت أكيد شو الدكول أنت العباس عمي سنفي صلى الله عليه وسلم استقسمتنا وإذا مقرن شيش نظر رسول ذي العمرة لو كان سيني كذا ذا مقرن نورمال ذني كذا من القرآن تيد تيدنا هو الزاي الزاي خطر إلا زدث اسم مقام النبوة إمي يحذق إن يس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله يبغض الرسالة ما تبغض إن يس الرسول مقرف لي ذا شو نكيني للغد قفليس حادي فقيوك تقذيليث ذي الميزان صافي ما دي تقذيليث أما نفذوس قوال ولا شوي دينان أول فوالة من القبيل زي ولي أي غير من باب الحكمة أندى سنوفا النغ أندى سنوفا النغ النذي في اللاس حكمة إذ يا رب أدى سندى نظن ذي الصين في كان أغد حكمة في الحاء بلا ثيليسة إن إخرات الشعال وتشمعف ولا تعصد كان طلام 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 ذي قيمة طلام خلاص هي حكمة أصلها صيني ولكن الأمثال لا حدود لها بدليل قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس سون ليميت بلا حدود إغدني غوالاكي باش كانت السوضة غير تمسكت بوال إدنان استقذيلي ثغفوال إنك أوال إفنو يتهدو أوال إزيزدي يسلوغو أوال يجبر يتروزو أوال يتسويد شوال يتسويد ثلويث إيوان دكثرنا عشريني مسلاين طريقة يقية أوال أوال من الذي ثقبيلي ثوالي ساعة مازالا ولا ربي سبحانه شو ديننا وقولوا للناس حسنا أول زيضا سورة إبراهيم سي الآية 24 الآية 27 ألم ترى كيف ضرب الله مثلا
كلمة طيبة ورزيضان ورزيضان اقتضن تسدى إلسى زيضان اقتضن تسدى أي السيلان ذاك سوم ذا شكيران تسنان ولكن ذي المثل كان دي مشطح سانزل سانزل في الشرعيف هات سانسلم سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أي غار طيش بيتر تجرى قال استقباليث ولا شطا شطا وريه زواضو ما تهز في مانيس متيق العارة لأن ربي شبيزر التجرة تقروالي ثغرث ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها إلى آخر القراءات المختلفة كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم أم بعد ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إذن أولاقي ذوان ذيني مديد جماعة مزيك أرثور إن شاء الله مازال الروج مازال الخير صربين السلمات النوال سوى ولي فنون ورتهدون سوى ولي فرون سوى ولي يتشدون أندي لقد شدن فاكماس إلى آخره سوى ولي السفسين أين يشدن ويسفسي ويتشدو ويفنو ويتهدو ولكن عرضيا سن فريد سن ذا فريد سلامة وفي كندامة من غلغ العلاقة النظام الاجتماعية إلا مقارن الشفعة أم شافع ثلا ساعة نظر ذي الشرعيث أين يعني الجيران أكن الذي الشرعيث الذي ثقفيليث إلى آخره أن في ثقفيليث يشد نرض الشرعيث الشفح تقرست لها ذي رحمة ربي وسينان أمغار يساوي لخطرا درنا في ثقفيليث سمغار نغار ثمغار وقذي ضرب الدنيث والحياة أفضل المدارس عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة سنبديث الدنيث قرنا مغاري السوال إلى مزيد سغوال مثفغان أمر كانت يتناول ثلاث قواعد تبني المجتمع أمغاري السوال أرث جدي أرث شرعيث أرث جديث أرث مصليث أرث قبيليث أرث صواب غير ميزان غير ثروكزة غير النيف غير الحرمة الحذاقة سدوغ السوال إلى قيل مزيد سغوال باش هذه للتكامل يير الأجيال ماشي صراع الأجيال لا تكامل الأجيال سورة الحشر الآية العاشرة فريقتيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كونوا من السابقين أو كونوا من اللاحقين لذلك ربي سبحانه مغدينا كمش نتسيارا فضل السابقين ويناد في سورة البقرة الآية 237 ولا تنسوا الفضل بينكم أي الروجة فضل سمغار نار ثمغارين وتتفضار ذي كتابين إذن شفو ياس أمغار السوال المزيد سغوال أمر كانت يتناول الدليل سورة الحديد الآية 7 وأنفقوا أنعامه أربي في كغيمة السن في الدضاء إفاس السن الآية 7 سورة الحديد سو الزلال نكفو أوال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بعد ثلاث آيات الآية 19 أغدي قروا لله ميراث السماوات والأرض أدو غال ما نغالك مادام نغال نغال ربي سبحانه إلى قنحر زمنا ونحر تشرعيث ونفكاز ليث قبايليث أنعش ذي السر ذي لسر أنحزف إوا سانكارو أران جدونيف أم روح نكشام أخامل القرار ذي لاخرث ذي نغدينا ربي ذي الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت كل يومين الزاغط نغلث ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جاو ثلويث سر لسر أرثم لله سلم ربي في اللهم